ومعنا عبر الهاتف من أبو ظبي السيدة سارة رشاد السعدي، مدير إدارة الأمن النووي والقائم بأعمال إدارة الأمان النووي لدى الهيئة الاتحادية للرقابة النووية. بداية، ما هي معايير السلامة والأمن التي تطلبها الهيئة من المشغل في اللوائح؟ مرحبا أختي منى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شكرا على الاستضافة. بالنسبة للسؤال، فإنه من ضمن المسؤوليات الرئيسية للهيئة الاتحادية للرقابة النووية وضع إطار عمل رقابي لبناء وتشغيل محطات الطاقة النووية في الدولة. هذا الإطار الرقابي يتوافق مع معايير الأمان اللي حددتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأيضا الممارسات الرقابية اللي معترف بها دوليا. فالهيئة تقوم بإعداد وإصدار وتنفيذ لوائح لوضع متطلبات يتعين على كافة مشغلي محطات الطاقة النووية الالتزام بها، بهدف ضمان توفير كافة جوانب الأمان والأمن والحماية المادية في محطات الطاقة النووية. ومنذ تأسيس الهيئة في عام 2009 وإلى اليوم، قامت الهيئة بتطوير وإصدار العديد من اللوائح والإرشادات، منها أيضا اللوائح المتعلقة بحالات الطوارئ النووية والإشعاعية، وذلك لضمان حماية الجمهور والبيئة من مخاطر الإشعاع أثناء حالات الطوارئ، وذلك وفقا وتماشيا مع القانون النووي في الدولة، بالإضافة إلى الاتفاقيات الدولية اللي وقعت عليها دولة الإمارات العربية المتحدة في ذلك الشأن. نعم، كيف تتم عمليات التفتيش الرقابية لسلامة المحطة؟ بالنسبة لبرنامج التفتيش، تتولى الهيئة مسؤولية تنفيذ برنامج تفتيش دوري في محطة براكة. يعد التفتيش أحد أهم الأنشطة الرقابية للهيئة، كما يوجد لدى الهيئة عدد من المفتشين المقيمين في المحطة. من خلال برنامج التفتيش في المحطة واللي يتم بشكل دوري على مدار الساعة، تقوم الهيئة بمتابعة عمليات التشييد أو البناء وتحميل الوقود النووي ومختلف مراحل الاختبارات وصولا للتشغيل التجاري. ويستمر أيضا برنامج التفتيش طوال مرحلة التشغيل للمحطة لضمان التزام المشغل اللي هم شركة نواة الطاقة بمعايير السلامة والأمان والأمن في محطة براكة للطاقة النووية. وتهدف أيضا عمليات التفتيش من الالتزام بتطبيق ما هو وارد في اللوائح والإرشادات اللي تم وضعها من قبل الهيئة واللي ذكرتها من قبل قليل، وتوفر أيضا الكفاءة اللازمة لدى الأفراد اللي يعملون مع المشغل لضمان معايير السلامة والأمان في محطة الطاقة النووية وفقا لجميع المتطلبات الرقابية وتشغيلها على أعلى مستويات الأمان. أستاذة، هل تحدثين عن أهمية التعاون الوطني والدولي في مثل هذه التمارين؟ أكيد، التعاون بالنسبة للتعاون الوطني والدولي في إطار تنفيذ مهمة الهيئة المتمثلة في حماية الجمهور والبيئة من مخاطر الإشعاع، وأيضا التزاما بسياسة الهيئة بالشفافية التامة والتعاون الدائم، هناك ضرورة في استمرار تعاون الهيئة مع العديد من الجهات المحلية، بالإضافة أكيد إلى التعاون الدولي. إذا تكلمنا مثلا على الصعيد الوطني، يشمل تعاون الهيئة التعاون مع الهيئة الوطنية لإدارة الأزمات والطوارئ والكوارث في الدولة اللي هم أنسيمة، لتطوير خطة الاستعداد والاستجابة للطوارئ النووية والإشعاعية. يشمل التعاون أيضا مع مختلف الجهات الحكومية في الدولة، على سبيل المثال هنا التعاون مع شرطة أبو ظبي اللي هم قائد الحدث في تمرين كومبكت 3 القادم بإذن الله، من خلال تقديم المشورة الفنية لهم. وتقوم أيضا الهيئة بدعم المستجيبين للطوارئ في الدولة في حالات الطوارئ النووية أو الإشعاعية. إذا تكلمنا عن المستوى الدولي، مثلا التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تقوم الهيئة بمختلف التدريبات الوطنية لرفع مستوى الجاهزية في الاستعداد والاستجابة للطوارئ، بالإضافة إلى المشاركة في مختلف التمارين الدولية. والتعاون الدولي أيضا مع الوكالة يتم من خلال إخطارهم بحدوث حالة طارئة داخل الدولة لا سمح الله، وطلب المساعدة الدولية منهم إذا لزم الأمر أثناء حالة الطوارئ. في الختام أحب أكد أنه من خلال التعاون الوطني والدولي، بالإضافة أكيد إلى الدور الرقابي الفعال من قبل الهيئة، تؤكد الهيئة الاتحادية للرقابة النووية التزامها بحماية المجتمع والعاملين والبيئة وضمان سلمية الأنشطة النووية كافة.
سارة رشاد السعدي مدير إدارة الأمن النووي والقائم بعمل إدارة الأمان النووي والقائم بعمل إدارة الأمان النووي لدى الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، شكرا جزيلا لك.